طول الله وحفظكم خير. دلوقتي بيعلنوا عن نوعيات جديدة من عربيات القطار في الترين، فعاملين لها مكتات بيسمحوا للناس ان هم يخشوا يتفرجوا عليها ده في محطة المترو. الناس طبعا مبهورة، يعني بيقول لك ان المكان هيكون اوسع. كمان بيقول ان المكان هيكون اوسع، هيكون فيها تجهيزات خاصة بالمعاقين، ما يكونش فيه تمييز ضد المعاقين. دلوقتي بيعملوا استطلاعات مع الناس عن رأيهم في الترين، كبار السن وماشي ليه كلها مصابس كده. بصراحة أنا عايز أقول لك دي عربية هيكلية، يعني دي مش عربية كاملة، بس ده شكل العربية النهائية اللي هيكون فيها. مش ليه كلها مصابس كده بصراحة بتاعتها عن كده. Yeah. Let us know.